وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نفتتح سوياً المؤتمر الوطني السابع للشباب بحضور 1500 مدعو من مختلف الفئات. من أرض عاصمتنا الجديدة وإيماناً بالحلم الذي لم ولن نحيد عن تحقيقه، الحلم بمستقبل واعد لوطننا يليق بشعبه الكريم، ويقيناً في أن الحوار هو أهم السبل نحو الغد الواعد والمستقبل المشرق، وثقةً في شباب أمتنا المتحمس لبناء الوطن، افتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة سعياً نحو حوار بناء وجاد. انتي اول مره ليكي في مؤتمر الشباب؟ اول مره في مؤتمر الشباب. احكي لنا ايه انطباعك عن اول جلسه؟ لا، هي اول جلسه بصراحه كانت انسبريشنال جدا، لانها عرضت علينا بعض السكسس ستوريز اللي موجوده في المجتمع من فئات مختلفه، واحلى حاجه ان الفئات دي فعلا في ناس باديه من تحت الصفر، فساعات الواحد بيبقى قاعد متضايق ان هو في حاجه مش عارف يعملها، او وبين يبص للناس دي قد ايه هم تعبوا وقد ايه هم فعلا ابتدوا من تحت الصفر لغايه ما وصلوا بعزيمه واراده للحاجه اللي هم عايزين يحققوها. دايما المؤتمرات القمية بتضيف لينا كطلاب جامعه ازاي نتكلم كلنا وما يبقاش في اي ضغوطات او اي حاجه، ان احنا نوصل صوتنا لرئيس ونتكلم كلنا ونتناقش معاه ونوصل له احنا عايزين نعمل ايه، وهو بيستجيب دايما. الشباب المصري اللي مر بصعوبات وتحديات على مختلف المستويات عانى من صعوبه في توصيل احلامه واهدافه لجيل اكبر مسؤول، كان فاقد الامل ان الاحلام دي تتحقق وانه يوصل لاحلامه في يوم من الايام. انا ام وعندي بنتين، فيمكن ده اكتر تشجيع ان انا كنت عضوه في البرنامج الرئاسي، بشارك في المؤتمرات، بحس بجزء من التحضير، جزء من كل الحاجات اللي بتحصل من وراء الكواليس، فده يمكن انا بقول ان انا يعني ده اقوى حاجه بتقول ان لا، المراه عامه سواء ام مش ام يعني لا، ليها دور كبير وبتشارك بيبقى تاثيرها كبير قوي. ان الفرصه جات لي ان انا اكون على خشبه المسرح والشباب موجوده والرئيس وسياده الوزراء كلهم قاعدين واحنا بنتكلم على تاريخ المؤتمرات وازاي بدات والمجهود اللي حصل فيها، دي حاجه بتدعو الفخر لينا كلنا للي شارك، لان في ناس شاركت معانا بس باك ستيج ما جاتهمش فرصه انهم يطلعوا المسرح، بس هم ساهموا بكل الطرق وعملوا اكتر من 90% ان المؤتمر يطلع بالشكل ده واحنا نطلع بالشكل ده. انا هادية حسني السعيد لاعبه منتخب مصر الريشه الطايره، والنهارده بحتفل بعيد ميلادي ال 31، بس انا ابتديت رياضه وانا صغيره جدا كان عندي 2 سنين. اكيد كنت مبسوطه جدا ان انا بحكي يعني قصتي وبحكي الحاجات اللي انا مريت بيها وخبرتي في الحياه، يمكن الشباب يستفيدوا بيها ويقدروا ان هم يوصلوا لحلمهم في الاخر. احنا يعني كشعب محتاجين ان الناس تفرح ومحتاجين ان الناس يبقى عندها امل في الحياه وامل في تحقيق يعني حلمهم، فلما يكون في نماذج ناجحه نقدر ان احنا يعني نستمد قوتنا. انا بالنسبه لي لما سمعت قصتين تانيين ناجحين الحقيقه يعني نفسي ابقى زيهم يعني، فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه للشباب والاطفال اللي بيسمعونا ان هم يحاولوا يوصلوا لحلمهم ويمشوا في طريقهم مهما كانت الضغوطات والمشاكل اللي بيواجهوها. تجربتي الحقيقه كانت مختلفه شويه من ناحيه ان ازاي قدرت ان انا اجمع ما بين الرياضه وما بين الشغل وضغط الشغل كمان. بدات من مرحله زي ما انتم شفتوا وزني زياده، بدات تدريجيا ان انا العب رياضه واخلي ان الرياضه دي تكون وسيله من الحاجات اللي تخليني حتى كمان اتفوق في شغلي اكتر. دعوتي للمؤتمر كانت من حوالي اسبوع او 10 ايام، سعيد جدا بيها، دي اول مره اشارك في المؤتمر الوطني للشباب، وحاسس ان انا مستمتع الحقيقه بكل حاجه موجوده فيه من بدايته لنهايته. من خلال المؤتمر شايف ازاي نقدر نفعل بيحصل في المؤتمر في نشء او انشاء لجان تانية تقدر تفيد البلد؟ ما بقاش مجرد منصه للحوار ولا منصه او قناه للتواصل مع الدوله بالنسبه للشباب، ولكن انا في رايي بقى هو شبيه بمعسكر مغلق للعمل، بيصدر منه توصيات مهمه جدا في جميع المجالات، التوصيات دي بتيجي من النقاشات اللي بتحصل على المنصه،
وبنطلع قرارات وحاجات كتيرة بتنفذ. تشكل لجان كتير، تشكل لجان للتحول الرقمي ولقواعد البيانات، تشكل لجان خاصة ببعض الجوانب الاقتصادية، تشكل لجان خاصة بالسياسة، تشكل كيانات اكشلي طلعت من المؤتمر زي تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين. كل سنة الشباب بيتمكنوا أكتر، يعني أنا بشغل مدرس ودي خبرة نظرية بشكل ما، بدرس كتب ويمكن عملت ماجستير وعملت دكتوراه ودي خبرة جميلة جدا بس نظرية، لكن إن أنت تنزلي على الأرض وتبدأي تنظمي مؤتمر بحجم المؤتمر اللي بيحضره 1500 واحد أو 3000 واحد في حالة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ كل سنة، ده ليفل تاني خالص. فأنت شغالة وبتطبقي اللي أنت درستيه على الأرض الواقع بمشاكل بتطلع، أظن دي خبرة قليلين قوي اللي ممكن بياخدوها، ومن الحاجات المهمة جدا الناس تكتسبها. والميزة أنها مفتوحة لكل الشباب، يعني أنت ممكن تقدم على البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الدفعة الرابعة، هيبقى 2001 إن شاء الله السنة الجاية، وتبدأ تشارك بالموضوع ده. أنتوا كمنظمين بتبقوا حريصين على أن المؤتمر يظهر في أحسن صورة، أنت حاسة على الجانب الآخر إزاي المؤتمر فادك؟ الحقيقة البرنامج البي ال بي نفسه فادني أنا شخصيا، في أن هو عرفني، يعني أولا شفت ناس من جميع أنحاء الجمهورية عمري ما كنت أقابلهم في حياتي، تعرفت على ثقافات ناس عمري ما كنت أقابلهم، مهن أنا عمري ما كنت، أنا مهندسة مع عمري ما كنت اتعاملت مثلا مع مثلا محامي أو مع ضابط أو أي، يعني إحنا مش معنا يعني أيا كان المهنة اللي موجودة معنا أنا ما اتعاملتش مع الناس دي قبل كده، فاتعاملت معهم عن قرب واتعاملنا في ورش عمل واشتغلنا مع بعض، فده خلانا نعرف إزاي يعني إن الفئات المجتمع المختلفة بيتعاملوا مع بعض، فده خلانا عندنا خبرة جامدة جدا، يعني فعلا حسيت ان واحد كبر وعقل وعرف حاجات كبيره كده ما كانش عارفها قبل كده. انا عايزه اطلب من حضرتك طلب يا سياده الرئيس، انا بتمنى ان حضرتك تسمع صوتي، ممكن؟ ده انا نفسي اسمع صوتي، نفسي اسمع صوتي. صحيح، تفضل. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي.